السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد. المهم بدي لكم الفيديو ديال البنات. انا خارجه كاينه على برا، جيت انا والبنات باش نتكداو هكا شي حوايج من المرجان. اكيد غادي نشارك معكم اي حاجه تقديتها اليوم. المهم ها نتوما معايا حتى ندوزوا هذا النهار مع بعضياتنا. المهم البنات راه خليتهم اللي سبقوني وجيت انا لهاد البلاصه كنقلب البنات على كتعرفوا داك الشنيور كتمشي ليا السميه ديالو. المهم داك اللي كيحفروا به هكا الحيط، هذاك هو علاش كنقلب، حيت باغا ندير به شي حاجه في الدار. المهم اللي درتها ها نتوما معايا. جات لكم البنات، المهم دغيا خرجنا من المرجان غير تقدينا حويجات اللي خاصنا وخرجنا. شنو بغيتي تهضر؟ يلا اسكت خليني نهضر. فاولدي واخا يا صافي قال لي اه. قلت لكم البنات دغيا تقدينا هكا الحويجات اللي بغينا وجينا للدار. المهم اول حاجه درتها كاين اليوم واحد الصاد شنقول لكم عجيب. كنت واحد المره حطيت لكم واحد البوست في الانستغرام، واحد التصويره، وقلت لكم كي دايرين مع هذا الصاد، وبزاف ديال البنات قالوا لي فين هو الصاد فاطمه. ها نقول لكم اليوم راه كاين الصاد. هاد الايام تقريبا كامله كيكون نهار سخون وفي العشيه تيتحرك البرد، سبحان الله العظيم. هذا هو الجو ديال اكادير. المهم غادي نبارطاجي معكم دغيا الحويجات اللي خديت من المرجان. اول حاجه خديت هذا الا كتعرفوه، هاد اكسترا ولا هو العشق ديالي مؤخرا من نهار فاش دقتو عند واحد صاحبتي، عجبني بزاف خصوصا هذا اللي فيه داك فيه التمر وفيه الفرومبواز وفيه القمح. هذا البنات زوين بزاف، جربوه الناس اللي ما عرفوش. خديت منه 4. ادم راه كيحماق عليه، انا نعطيك واحد هاك. كي قلت لكم ادم راه ولا كيحماق عليه، ما بقاش كيستغنى عليه. المهم البنات قطعت التصوير حتى صيفطت ادم لعند مالي الدار، ما خلاليش نهضر نهائيا، غير شاف هاد الدانون وبدا كيغوت وكلشي. المهم عطيتو واحد. كي قلت لكم خديت هذاك الدانون، من بعد خديت هاد الخبز هذا البنات اللي حتى هو كيحمق، هذا ديجا كلينا منه. خديت فيه 3. هذا وقت ما مشيت المرجان كناخذ فيه يعني كميه كيبقى عندي، باش زوين البنات. هو راه ماشي خبز، هو بريوش. المذاق ديالو ماشي بحال ديال الخبز العادي، باش زوين انه ما كيقصحش لكم واخا ما تكونوش دايرينه في الثلاجه. انا ما كنحتفظش بيه في الثلاجه نهائيا، كنخلي غير في هاد البلاستيكات كنهز منه وكنعاود نعدلهم وكيبقاو على برا، كيبقى دائما رطب خفيف وبنين، المذاق ديالو بنين على الخبز العادي. المهم هو اللي كناخذ بزاف د المرات. من بعد خديت هنا البابي هذا هكا كنحتاجو في الدار، وخديت هاد لي مادلين هادو. بزاف منكم بعدا واحد حلينا تا هو كاينه، بزاف منكم كيقولوا لي فاطمه علاش كتاخذي لولدك بحال هكا هاد لي مادلين جاهزين، بقيت صايبهم ليه في الدار راه ماشي صحيين. انا البنات هادو راه ما كنعطيهمش لولدي دائما، كنعطيهم ليه مره شحال. ولدي ماشي من المحبين بزاف ديال هاد المادلين، مره غير هو انا كناخذهم على قبلي انا ولا هكا لا جا عندي شي حد ولا شي وليد صغير ولا هكا، يعني كتبغي تحطي ليه شي حاجه بحال هكا. بعض المرات ما كنكونش يعني ما كيكونش عندي في الدار بحال الكيك ولا شي حاجه، داكشي علاش كناخذ هادو جاهزين. هادو كيكونوا كيبقاو رطبين وكيدوموا لكم مده طويله واخا يبقاو عندكم. من بعد خديت واحد لاموس شونتي، بغيت نصايب ان شاء الله واحد الكيك غادي نقول لكم، غادي نشارك معكم اكيد. وخديت هنايا واحد العلبه ولا واحد البواطه ديال الشوكولات، كناخذ هذا 5/5. هذا زوين البنات في الحلويات، بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الحلويات هذا كنصحكم به، زوين بزاف. خديت غير هاد الصغيره، خديت واحد القرعه ديال النوتيلا، واخا انا ما كناكلش الشوكولات بزاف في الخبز، ما بحال ما كيعجبنيش، كيعجبني هكا غير في الكريب ولا في شي حاجه. وخديت هاد اللي قالت هادو هما صالحين هكا للاستعمال اليومي، غير هما ديال هكا تغسلوا بهم المعينات، وهذا ماشي ديال الطبخ نهائيا. هادو كيكون السيليكون ديالهم ولا البلاستيك ديالهم غليظ شي شويه، كنغسل بهم هكا المعينات وداكشي. كانوا عندي جوج هادوك الزرقين، ولكن دغيا كيديروا يعني كتستعمليهم مره واحده خصك تلوحيهم، ما خصكش تبقاي تستعمليهم. واحد الحاجه بغيت نجاوب البنات اللي كيقولوا لي فاطمه كتستعملي دوك الزرقين راه ماشي ديال الماكله، راه البنات حتى البيضين راه ماشي ديال الماكله.
راه كيما الزرقين طبيين حتى البيضين طبيين، غير هما كيكونوا معقمين، ولا انتي كتعقميهم كتغسلي يديك مزيان عاد كتلبسيهم، من بعد كتغسلي يديك بالصابون، واخا هما واخا زعما لابساهم، غير علاش انا كناخد الزرقين حيتاش الزرقين البنات البلاستيك ديالهم غليظ شي شويه كيصبر ليكم، دابا نقدر نديرهم نخدم بهم النهار كله عاد اللحوم. البيضين نقدر غير نكون كنخلط شي حاجه هكا بيديا كيتقطعوا من الصباع، كيتقطعوا من الضفار الا عندكم الضفار، دغيا كيكونوا رهاف بزاف هادوك السرقين. لا هادشي علاش كنستعملهم. واخر حاجه خديت واحد القرعه ديال العصير، واحد اللعبه فرتكها ادم ردها مسكينه بحال شي شنو نقول لكم، النص هنا والنص لتحت وعرفتوا الدراري الصغار. المهم هادي كيجيو فيها هاد اللعيبات هادو بحال هكا، وفيها واحد الفردي كتبقاو تعمروهم بهادو، كتعمروهم بهاد الدوائر زعما كتلوحوهم باش يطيحوا هادو. كنت باغا نبارطاجيها معكم ولكن هذا نحلها كامله بقى كيغوت، داكشي علاش عطيتها ليه. صافي هادو هما الحويجات اللي يعني اللي خديت اليوم، شي حوايج بسات وصافي، حيت مازال عندي يعني تقضيه هكا في الدار. دابا البنات غادي نهبط باش نتغدى اول حاجه، حيت فاش مشينا المرجع مشينا الصباح تقريبا، الصباح بكري شويه مع ديك 11 شي حاجه. غنمشي باش نتغدى، من بعد غادي نصايب معاكم شي كيك ولا شي حاجه، حيت هاد العشيه غادي نخرجوا غادي نمشيو لواحد البلاصه حكيمه كتعيط ليها نشوفها. المهم البنات كما قلت لكم غادي نهبط الكوزينه باش نصايب شي حاجه نديوهم معنا في الكوتي، غنصايب غالبا غير شي كيك ولا شي حاجه اللي عاديه. غادي نمشيو اليوم لواحد البلاصه، واحد الغابه، هي حنا كنقولوا لها الغابه، واحد البلاصه فيها الشجر فيها الطبيعه، كيمشيو ليها هكا الناس في الويكاند نهار الحد ولا نهار السبت، كيديو وليداتهم كيلعبوا تما، صراحه زوينه. كاين اللي كيمشي من الصباح كيدير تما الفطور الغدا، حنا غير هذا النهار حيت ما نفقناش بكري وصافي شغالات راكم عارفين، قلنا حتى العشيه عاد غادي نمشيو، غنمشيو حنا وبنات الجيران وكلشي. المهم كلشي مجموع، المهم ها نتوما معايا اللي درتها هاد النهار غادي نشاركها معاكم. المهم البنات ها هي الكيكه اللي صيبت، درتها هكا غير عاديه ودرت فيها الطريفات ديال الشوكولات من الداخل. المهم يلا حيدتها من المول حطيتها هنايا باش تبرد، هيا حكيمه كتجمع لينا في السكر واتاي وداكشي اللي غادي نديو باش نعمرو اتاي تما. صافي وغادي نديروه في هاد هادي اللي كتكون بحال الثلاجه، هانتوما تشوفوها هادي كتبقى لكم هكا كتحمي لكم الماكله ديالكم وداكشي، ما تديوش على هاد الخنشه تاع الدقيق يلاه جاب الواليد. المهم غادي نجمعوا كلشي هنايا وغنلبسوا حوايجنا ومن بعد غادي نخرجوا. حنا البنات يلا وصلنا للغابه، هي حكيمه كاع ما وريتها لكم، جات البارح بالليل جات ركبه ادم. لاباس البنات كديري مع الصحه كلشي بخير؟ الواليده كتشعل لينا العافيه اللي هي شتو شايف. وكاينين معنا البنات حتى هما، ها هما خديجه خديجه الزهراء. ها انتم البنات اتاي فوق من العواد، بسم الله نزيدك اخالتي اش بغيتي اتايك مقريب، وانت دابا اللي درتيه ما عرفت انتي اللي كتبرد انتي اللي شفتي البراد. صافي واقيلا بركه ولكن الناس كم ها محمد راكب في الجبل. شوف 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 ادم، شوف ما تخافش ما تخافش، ادم خايف شتيه شتيه ها محمد. وهنايا البنات كنت كنشارك معاكم الاجواء هكا كيفاش دايرين. صراحه هذا النهار كان واحد الجو زوين بزاف، ما كانش البرد نهائيا، انا اول مره غادي نجي لهاد الغابه، عجبني الحال بزاف وهذا النهار كانت عامره بالناس. المهم البنات هي الطبيله ديالنا اليوم، داك الشيء في على الارض. هيا امي كتصايب لينا اتاي هاد الحلوه، صايبتها لينا اخت خديجه بالمول، قالت لك ما كتحركش بالمول، اي كتجي هي بالمول ديالها البنات ما كتجيش تواصل. وهذه ديك اللي صايبت انا قبيله قطعتها هكذا، وهذه صافي جبنا اي هذا صايبته لينا امي عندك ادم عندك. وانت اش صايبتي حكيمه؟ انا معروضه لهذا البيض صراحه، انا قشرتوا البيض انتوما قشرتوا البيض عجنوا الخبز وصايبنا هنا جبنا معنا القهوه من الدار مصايبه، حتى هي خديجه اللي صايبتها. كلشي على خديجه يا رب الصحه والراحه. حنا لجنه
ومن بعد البنات ما درنا الكوتي صافي مشينا للدار وارتحينا شي شويه. وفي هذا الوقت كنت انا يعني جايه للدار عندي وطرقنا هنايا واحد الصداق كان في الطريق، جينا هكا باش نتعشاو. صراحه ما كان فيا ما يطيب شي حاجه، كنت عيانه بزاف بغيت غير نرتاح، داكشي علاش تعشينا على برا عاد غادي نمشيو للدار. انا رجعت لكم البنات، المهم سمحوا لي ما صورت لكم مازال حتى شي حاجه من الوقيته فاش كنت هكا في هذيك البلاصه، يعني في هذيك الغابه انا والبنات. صراحه دوزنا واحد النهار زوين، ولا واحد العشيه واعره ضحكنا فيها ودوزنا واحد الوقيته زوينه. حتى ادم حتى هو وحده يراه شبع لعب اليوم، خليته تمرمد ديال المعقول. عاده ما كنخليش يعني هكا يخرج هنايا على برا وهذا، ولكن اليوم قلت ما فيها بس ندير لي خاطرو خليه يلعب شويه باي حاجه بغا. المهم تقريبا شي شويه هذا باش دخلنا للدار، كيما شفتوا معايا تعشينا على برا، ما صايبت مازال حتى شي حاجه. ادم عطيتو هكا واحد البنانه يلاه كلاها، ودوشت ليه وبدلت ليه حويجاتو. راكم عارفين نهار ديال التمرميد وديال الروينه، وانا صراحه ما دوشتش، انا غير بدلت عليا وكلشي وصافي. المهم البنات بغيت غير نسد معاكم الفيديو من هنايا ونقول لكم تهلاو ليا فراسكم. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، تكونوا دوزتوا معايا نهار زوين. ان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو جاي، والسلام عليكم.